حق احمد من الدقهليه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله يا فندم، كل سنه وانت طيب. حضرتك بالصحه والسلام. انا بتصل عشان اشكرك بخصوص الميه، كنت طلبت مفيش ميه بتوصل الترعه والحمد لله الميه وصلت تمام. الحمد لله. دي كانت فين؟ متشكرين جدا. كان فين مكانها التمام. فين المشكله دي؟ مكانها فين؟ في الجنينه مركز مدينه النصر. انت كلمتنا صح، مركز مدينه النصر. لا ما اشكر بقى الوكيل وزاره الري والزملاء في الاعداد، احنا بلغنا رسالتك بس ما اشتغلناش، مش انا اللي نزلت. فانا بشكر وكيل وزاره الري واتمنى ان الناس دي يبقى عندها استقرار، مش كل فتره المايه تبقى مش واصله يبتدوا يجروا شمال ويمين ويكلمونا. ده شرف لينا ان انتوا تكلمونا، بس احنا مش عايزين ان يحصل عندكم ازمات. في خدمات كتيره جدا ممكن نقدمها لكم، معلومه ارشاديه، فكره جديده، نتكلم مع المسؤولين عن خطتهم في التعامل مع القطاع الزراعي، فاحنا عايزين الوضع يبقى مستقر. بشكرك وربنا يوفقك. عايز حاجه ثانيه يا استاذ احمد؟ طب كنت اسال حضرتك على حاجه، صح التحصين بتاع الجلد العقدي يا استاذ سامح؟ ايوه. اتصلت على الاداره المستشاريه بيقولوا مش موجود، بيقولوا في شهر واحد بيجي. ما هي مش حكايه مش موجود، بص علشان تبقى انت مطمن، التحصين الجلد العقدي هو ليه مواعيد معينه في السنه. ودلوقتي كانت الحمله بتاعت الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع شغاله، وما ينفعش تدي معاهم تحصين الجلد العقدي، ما ينفعش تدي التلاتة مع بعض. فليه مواعيد وتابعها من خلال الإدارة البيطرية أو مديرية الطب البيطري، وإحنا كمان بننوه عنها في وقتها. هو مش في أي وقت تروح تقول له أنا عايز أحصن ضد الجلد العقدي يقول لك تعالى خد التحصين أهو، ده ليه مواعيد. هو أنا ما قلتش كده بس سامح، لما بقى عندي في حالات مثلا. ما هو في حالات أقول لك ليه بقى؟ ما أنت عارف أكتر مني، إحنا ما كناش بنهتم كمربيين بالجلد العقدي، كان كل شغلكم وتفكيركم في الحمى القلاعية، فكان منسي. ولما كان بيتم الاعلان عنه في ميعاده ما كانش بيبقى فيه اقبال عليه زي الحمى القلاعيه بكل صراحه. النهارده لما الناس شافت فيه اصابات بقت تسال عنه، صح ولا لا؟ تمام. فاحنا بقى نشتغل ونخلي بالنا من كل البرامج المكافحه ومن كل التحصينات، وان شاء الله انا هقول لحضراتكم قبلها علشان تجهزوا، وبكره ممكن نتكلم في الملف ده مع مسؤول في الهيئه العامه للخدمات البيطريه عشان نعرف الجلد العقدي هيتعمل ايه فيه في الفتره اللي جايه، خطتهم ايه في التحصين. طيب ماشي. هو انت رقمت كله وسجلت؟ معاك بطايق دلوقتي في انتظار الجديد ان شاء الله. انت معاك بطايق ورقمت بالنسبه للحيوانات اللي عندك؟ بالنسبه للحيوانات رقمت وحصنت جلد عقدي وحمى قلعيه تمام. انت كان عندك مشكله قبل كده برضو في الثروه الحيوانيه وكلمتني صح؟ تمام. كانت ايه قبل كده وكانت المشكله دي عشان تحصين الحمى القرعيه، وخلاص الحمد لله الهيئه البيطريه جت وحصنت له تمام. بس انت مبسوط؟ الحمد لله تمام. طيب يلا ربنا يوفقك، وانا هتابع لك الجلد العقدي برضو. حاضر، عينيا الاثنين، بشكرك.